ولدت مسيحية، كنت أذهب إلى الكنيسة الكاثوليكية. شعرت بشيء من الشعائرية غريب، شعرت بالنفاق الشديد، لا تفعلي هذا، لا تفعلي هذا، وكان الأمر عنيفاً ويجعلني خائفة. وكانت المشكلة عندما كنت أطرح الأسئلة، حينها لم يرد علي قط. فماذا كانت نظرتك للإسلام حينها؟ نحن الأمريكيين تشربنا دوماً هذه الكذبة الكبيرة حول كون المسلمين أناساً أشراراً. كنا نتخيل أنهم هؤلاء الرجال الذين يمشون في الشارع يصرخون الله أكبر الله أكبر، يصيحون ويتقاتلون. وجدت طريقي إلى لوس أنجلوس وعملت مع كثير من المشاهير كاني ويست وسنوب دوج وفاريل. كنت أحيا حياة الأحلام، كان المال لدي وكنت أسافر. بمجرد وصولك إلى هناك ستقول حسناً ماذا الآن؟ هوليوود مكان مظلم للغاية، ولإثبات ذلك اسأل أي ممثل طفل، لماذا معدل الانتحار مرتفع جداً؟ لماذا يتعاطون جرعات زائدة من المخدرات؟ كيف لا يوجد سعيد فيهم؟ كلهم يبحثون عن شيء ما. تمكنت بطريقة ما من العثور على نسخة من القرآن لم أستطع وضعه جانباً، لا يمكنكم أخذه بعيداً عني. أمي لدي أخبار لك، فانبهرت وقالت يا إلهي هل ستنتقلين إلى المغرب؟ بمفردك؟ وصلت إلى المغرب ومن هناك تغيرت حياتي. كيف نطقت شهادتك؟ كان من الصعب نطقها بالعربية، ولكنها سهلة جدا من القلب، يضيء قلبك حينها ويشعر بالتحسن، وبعد ذلك تركض نحوه وتأمل التمسك به. السلام عليكم الأخت جيمي براون، شكرا جزيلا لقبول دعوتنا، نحن سعداء جدا بوجودك معنا. أريد أن أبدأ بمن هي جيمي براون، هل يمكنك أن تخبرينا باختصار عن حياتك؟ السلام عليكم، وأول شيء أشكرك على دعوتي، أقدر ذلك كثيرا. اسمي جيمي براون، أنا أمريكية ونشأت في الولايات المتحدة، ولدت مسيحية، وحتى عندما كنت طفلة كنت دوما مهتمة بالديانات المختلفة. ماذا تعني تلك الديانات؟ بماذا يؤمنون؟ عندما كبرت أعيد تقديمي إلى الكنيسة، وجدت طريقي إلى لوس أنجلوس وكنت أعمل في هوليوود. عثرت على نسخة من القرآن بشكل ما، وأفترض أن الباقي معروف. هل يمكنك أن تخبرين عن حياتك عندما كنت في هوليوود؟ ما نوع الحياة التي كنت تعيشينها؟ كيف بدأت رحلتك مع هوليوود؟ قبل أن أغادر إلى هوليوود كنت أعمل مصففة شعر في صالون، وقمت أيضا بالتصميم الجرافيكي. والدتي فنانة جرافيك رائعة ومذهلة، كنت أعمل في تصفيف الشعر بدوام كامل. وخرجت إلى كاليفورنيا، كنت أفكر في أنني سأعمل في صالون هناك، ولكن بعد ذلك لقد أصبحت مدمنة على مجال الترفيه على الفور. يقولون دائما في هوليوود ليس المهم ما تعرفه بل من تعرفه، وهذا صحيح تماما. لقد التقيت بواحدة من أكثر الناس روعة، اسمها ليزا بيتوي. في اليوم الذي التقينا فيه قالت لي أنت لا تعرفين هذا بعد، لكنني على وشك تغيير حياتك. فتحولت من تصفيف الشعر إلى الإنتاج، ثم وجدت نفسي في موقع تصوير برنامج تلفزيوني، واعتقدت أن هذا أكثر متعة من الوقوف خلف كرسي. بمعايير معظم الناس كنت أحيا حياة الأحلام، وكلما كنت أتقدم نوعا ما كنت أشعر بالرضا أقل فأقل. كان المال لدي وكنت أسافر، كنت أحظى بوقت ممتع. قلت إن هذا ممتع حقا، ولكن ماذا بعد؟ بمجرد تحقيق تلك الأهداف التي تظنها أهدافك ستقول حسنا ماذا بعد؟ تلك الأشياء التي يعتقد الكثير من الناس أنها ستجعلهم ينفجرون من السعادة، لكنها في الحقيقة لا تفعل ذلك، إنها مجرد حياة طبيعية ولكن على مسرح أكبر. لقد بدأت في الإدراك على الفور أن الكثير منهم ليسوا سعداء. في الغالب كل شيء في هوليوود مزيف، سترى الكثير من هؤلاء المشاهير مع قصورهم الكبيرة، تلك القصور يؤجرونها لأجل لقطات الفيديو. تراهم يتجولون في سيارات فارهة وكلها مستأجرة. هناك الكثير من الأشياء المدهشة التي تحدث هناك، لكنه مكان مظلم جدا جدا. يعتقد الناس أن من في هوليوود لديهم حياة رائعة وسعيدة للغاية، هل تعتقدين أن هذا هو الحال حقا؟ لا، أعتقد أن هناك حفنة من الناس في هوليوود سعداء للغاية. هوليوود مكان مظلم للغاية، كلما عرفت المزيد بخصوص هوليوود زادت رغبتك في الهروب منه. ولإثبات ذلك اسأل أي ممثل طفل لماذا معدل الانتحار مرتفع جدا؟ لماذا يتعاطى كل هؤلاء المشاهير جرعات زائدة من المخدرات؟ لماذا إذا كان لديهم كل المال كل الشهرة، لديهم القدرة على رعاية أسرهم والذهاب إلى الأماكن التي يريدون الذهاب إليها، كل هذه التجارب المميزة التي يحلم بها الجميع، فإذا كان لهم كل ذلك فكيف لا يوجد سعيد منهم؟ كيف لا يشعر أي منهم بالرضا؟ أنا متأكدة من أنه لا يجب أن أقول بعض الأشياء التي أقولها الآن، لكن معظمهم هكذا، حياتهم فيها الكثير من الوعود الفارغة. في هوليوود بيع هذا الحلم الذي هو كالتالي: تعال إلى حياة التألق والسحر والشهرة والثروة، ولكن هذا ليس حقيقيا. كلهم يبحثون عن شيء ما.
إذا كيف كانت حياتك قبل الإسلام؟ ما اللي كنت تؤمنين به؟ كنت دائما أؤمن بالله، نشأت مسيحية، كنت في كثير من الأحيان في كنيسة ميثودية مع أصدقائي، قضيت بعض الوقت في المنظمة المورمونية، لقد درست الكثير عن الأديان، وكنت أعلم دائما أن هناك إلها واحدا وحسب، وكان لدي اتصالا عميقا بذلك. ذهبت إلى الكنيسة الكاثوليكية، بالنسبة لي بدأ الأمر شعائريا جدا وشعرت بالنفاق الشديد. هناك بعض التفاصيل حول الكنيسة الكاثوليكية لكنها لم تناسبني، كنت طفلة وهذا ما فعله والدي ولم يكن لدي خيار حقا. أتذكر دوما أنني غادرت الكنيسة وأنا أشعر بنفس الشعور الذي شعرت به عندما دخلت، وكنت أسأل نفسي، أليس من المفترض أن أشعر بالارتياح إذا أتيت إلى هنا؟ ألا يجب أن أشعر بشيء؟ وفي الكنيسة الكاثوليكية شعرت أن كل شيء كان في وقت محدد، كان عليك أن تقول أشياء معينة في أوقات معينة، فشعرت بأنني لا أبذل جهدا فيما أفعله. من ناحية الإيمان نظرت إلى الكنيسة الميثودية أو الكنائس المورمونية، فما الذي لم يكن منطقيا لك في الكاثوليكية؟ أحد العوامل الكبيرة في الكاثوليكية هو أنهم يفعلون شيئا ما، وهو حيث تقوم بالمناولة في الكنيسة يعطيك الكاهن رقاقة ولكن لا يمكنك تناولها إلا في حالات معينة. والدتي كانت مطلقة فلم يجوز لها ذلك، كأنها نجسة، وكان الأمر دائما يدور حول مدى تسامح يسوع وما إلى ذلك. وقلت إذا أنت لا تعتقد أن يسوع سيسمح لأمي بفعل هذا؟ ألا تعتقد أنه سيعفى عنها؟ هم سلميون، هم يتعايشون بشكل رائع وهم أصدقاء، ولكن لماذا هذا الشيء الفظيع الذي يجب القيام به في حياتك؟ لدرجة أنك لم يكن مسموحا لك حتى بالقيام بأشياء معينة في الكنيسة. ولم يعجبني ذلك، لم يكن الثالوث منطقيا بالنسبة لي، الأب والابن والروح القدس، يسوع والله هما نفس الشيء، ما اللي يحدث هنا على الأرض والله لا يستطيع أن يراه أو يسمعه؟ أو أن الله يحتاج أن ينزل جسديا إلى هنا ليشهد على ذلك بشكل جسدي؟ هذا غير منطقي، الله يرى كل شيء، لا يحتاج أن يأتي إلى هنا في جسد بشر. كان هناك الكثير من المشاكل الصغيرة والتي لم تكن منطقية، كنت أتجاهل كل ذلك، وكانت المشكلة أنه عندما كنت أطرح الأسئلة لا أجد أي رد عليها. برأيك ما هو أكبر فرق بين إيمانك السابق بالمسيحية والدين الذي تؤمنين به الآن وهو الإسلام؟ الفرق الأكبر بالنسبة لي هو أن المسيح نبي، في مقابل أن المسيح في المسيحية جزء من الثالوث. لأنني أؤمن أن الله واحد، لم أفكر قط أن الأب والابن والروح القدس كلهم واحد، واحد زائد واحد زائد واحد لا يساوي واحدا. لقد كنت دائما أبحث عن شيء ما لأن هذا الجزء لم أتفق أبدا معه. لذا أعتقد أننا يجب أن ندقق في حياة المسيح وما بشر به، لا ما بشرت به الكنيسة. هل ننظر إلى ما قاله المسيح؟ لم يقل قط اعبدوني، لم يقل صلوا لي، وضع المسيح جبهته على الأرض وكان يصلي. لو كان هو الله في الجسد فلمن يصلي؟ هذا غير منطقي، وأنا أعلم كيف تسير الأمور هناك، لأنه عندما تكون في كنيسة مسيحية سترى أن هذا هو ما نعتقده. يقولون كيف تجرؤ على هذا السؤال؟ ولقد مررت بذلك بنفسي عندما أسأل القس، ليس في كنيسة واحدة فقط ولكن في عدة كنائس، دائما يقولون آمن بأن المسيح هو الرب، صلي له ولا تطرح أسئلة. أحب في الإسلام أنه يقول لا تأخذ كلام أي أحد على محمل الجد، بل من الأفضل أن تطرح الأسئلة. فماذا كانت نظرتك للإسلام حينها؟ هل كان لديك أي تحيز ضد الإسلام؟ في البداية لم يكن لدي أي تحيز تجاه الإسلام، لم تعجبني الأخبار التي تظهر كل الإرهابيين، ترى صورا كل ما فيها هو صور لرجال يقولون الله أكبر الله أكبر، فترى الأخبار تصورهم وهم يحملون مدافع رشاشة كبيرة فيصورونها كما لو كانت في استوديو تصوير في هوليوود. لقد تشربنا نحن الأمريكيين هذه الكذبة الكبيرة حول كون المسلمين أناسا أشرارا وأنهم يحاولون أن يقتلوننا. لا، ليسوا كذلك. لقد اعتقدت أنه كان دينا غامضا نوعا ما ولم أكن أعرفه، ولم يكن لدي سبب لأعرف عنه لأنني اعتقدت أنه كان مختلفا جدا عن تنشأتي وتربيتي الخاصة. يبدو نوعا من الجنون إنهم على السجاد في الأماكن العامة ولا أدري ماذا يفعلون، أقول دعهم يعيشون. كيف بدأت رحلتك إلى الإسلام؟ كنت أعمل على برنامج وأحد الزملاء الذين كنت أعمل معهم كان يختفي يوم الجمعة لبضع ساعات ويغادر، وكنت أسأله دائما إلى أين أنت ذاهب؟ لماذا تختفي دائما؟ لذا قال لي أنا مسلم وفي يوم الجمعة نصلي صلاة الجمعة، فأجبته وقلت حسنا لماذا لا تأتي معي إلى الكنيسة مرة واحدة وانظر هل يعجبك الأمر؟ فقال بالتأكيد لا شكرا لك، لكنني لست مهتما بذلك على الإطلاق. وذلك أغضبني جدا، لم أستطع أن أفهم لماذا لم يرغب حتى في منحي فرصة. فقلت ما الذي يجعله متمسكا بدينه لدرجة أنه لن يأتي حتى لمدة 45 دقيقة يوم الأحد؟ فسألته وقلت حسنا أود أن أقرأ